على خلفية التوتر السياسي بين بولندا وإسرائيل، تشيك تقرر إلغاء قمة فيزيغراد في إسرائيل بعد إعلان وارسو مقاطعتها. غضب فلسطيني إزاء قرار الكابينيت اقتطاع أموال من المقاصة الفلسطينية، وسط مساعي إسرائيلية للضغط على السلطة بسبب دفعها رواتب الأسرى الفلسطينيين. كبرى الدول الأوروبية ترفض طلب الرئيس الأمريكي استعادة مسلحي تنظيم داعش ذوي الأصول الأوروبية، وسط مطالبات بمحاكمتهم في مناطق نزاعهم في الشرق الأوسط. في أعقاب الجهود للحفاظ على اتفاقية الحديدة، الأمم المتحدة تعلن التوصل لاتفاق بين طرفي النزاع يقضي بانسحاب القوات من الميناء الساحلي. بعد تفويض الرئيس الأمريكي بفرض الرسوم على السيارات الأوروبية خلال 90 يوما، المفوضية الأوروبية تؤكد استعدادها للرد على القرار بشكل سريع وملائم. الأسبوع الثاني من دور الثمانية لبطولة أبطال أوروبا يشهد لقاء القمة بين ليفربول وبايرن، وتحديا من قبل ليون الفرنسي لسطوة برشلونة الإسباني. أهلا بكم مشاهدي الكرام في النشرة المركزية من أخبار الساعة. أعلنت تشيك إلغاء قمة فيزيغراد التي كان من المقرر أن تنطلق غدا في إسرائيل، وذلك بعد إلغاء بولندا المشاركة في قمة مجموعة فيزيغراد التي تضم دولا من وسط أوروبا. وكانت وارسو أعلنت أن رئيس الوزراء لن يتوجه إلى إسرائيل للمشاركة في هذا الاجتماع. تتفاقم الأزمة بين الحكومتين الإسرائيلية والبولندية إثر التصريحات الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين رفضتها بولندا جملة وتفصيلا، تتمثل آخرها في تصريحات القائم بأعمال وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس، والذي اقتبس من رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحاق شامير قوله إن البولنديين ترعرعوا على معاداة السامية. بكل تأكيد البولنديون تعاونوا مع النازيين. ما الذي قاله إسحاق شامير والذي قتل والده من قبل البولنديين؟ قال إن البولنديين رضعوا اللاسامية من حليب أمهاتهم، لا نستطيع أن نجمل التاريخ ونحن من حملنا إرث المحرقة. كل شعب إسرائيل سنستمر في هذا النهج. يجيء هذا بعد بضع أيام من حديث رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عن تعاون البولنديين مع النازيين ضد اليهود خلال الحرب العالمية الثانية، علما أن بولندا استدعت السفيرة الإسرائيلية لديها في كلتا المناسبتين. إنهم يفهمون، وقد حذرتهم من أن هناك حملة انتخابية مستمرة في إسرائيل، وفي بداية نيسان إبريل ستكون هناك انتخابات هناك. إن هذا الظرف يرفع درجة الخلاف السياسي حتى يتعرض أصدقائنا من مجموعة فيزيغراد لخطر التعرض للهجوم والإهانة بالطريقة نفسها التي حاول بها كاتس في خطابه العنصري الإساءة إلى البولنديين بتزوير التاريخ. طال تأثير هذا التوتر مؤتمر دول وسط أوروبا فيزيغراد والمنعقد في إسرائيل، إذ أعلنت بولندا انسحابها منه قبل أن يستبدل بآخر ثنائي قد يحضره رؤساء وزراء الدول الثلاثة المتبقية في المؤتمر، ألا وهي تشيك وهنغاريا وسلوفاكيا. حول ذلك انضم إلينا في الاستوديو السفير الإسرائيلي الأسبق لدى دول الاتحاد الأوروبي سيد آفي بازنير. مرحبا بك معنا سيد آفي. أبدأ معك، كيف يمكن أن نقرأ إلغاء تشيك لهذه القمة التي كان من المقرر أن تنعقد غدا في إسرائيل بسبب عدم مشاركة وارسو أو مقاطعة وارسو بولندا لهذه القمة؟ واضح أنه توجد هنا صداقة وتعاون بين دول شرق أوروبا. في اللحظة التي أعلنت فيها بولندا أنها لن تحضر، فهذا كان نهاية هذه القمة. التشيك أعلنت من خلال التضامن مع بولندا أنها تلغي القمة. هذه ضربة دبلوماسية لنتنياهو ولإسرائيل، لأن هذا المنتدى، هذه القمة كانت هامة جدا. لماذا كانت مهمة؟ لأنه حتى الآن في الاتحاد الأوروبي هناك خط غير مريح بالنسبة لإسرائيل، وهناك أربع دول تتضامن بشكل كلي مع الخط السياسي لنتنياهو. كان بالإمكان تفعيلهم وتشغيلهم داخل الاتحاد الأوروبي، والآن بسبب تفوهات نتنياهو الأول الذي لم تكن مأساوية وقام بتصحيحها، جاء إسرائيل كاتس ويقفز ليقتبس شامير حول أمر قاله شامير في سنوات الثمانين حينما لم تكن لنا علاقات دبلوماسية مع بولين، يقتبسه هنا عندكم في آي 24 نيوز، وهذا خسارة
أن تكون وزيرا للخارجية عليك أن تتعلم هذا، لا يشبه أن تكون وزيرا للمواصلات، فلا أحد يكترث بما تقول، ولكن إن حينما تكون وزيرا للخارجية عليك أن تزن كل تصريح لك لأنك تعكس الموقف الرسمي لدولة إسرائيل. حتى الخلاف بين بولندا وإسرائيل لم يبدأ بتصريحات كاتس، إنما حتى بدأ من تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مؤتمر وارسو في بولندا، وحتى ما قبل ذلك كان هناك خلاف كبير وكبير جدا حول القانون البولندي، وكان هناك تلاسن كلامي بين الطرفين. إلى أي مدى تؤثر هذه القضية، قضية المحرقة النازية واتهامات الإسرائيلية لبولندا، في إطار العلاقات كما ذكرت علاقات إسرائيل ببعض الدول الأوروبية التي قد تستفيد منها في نهاية المطاف؟ هذا يؤثر بلا أي شك. نحن لا يمكن لنا أن ننسى أن المحرقة تمت على الأراضي البولندية. أنا لا أتحدث عن الشعب البولندي، ولكن هناك بولنديون تعاونوا مع النازيين حتى بعد الحرب العالمية الثانية. كانت هناك مذابح في بولندا ضد اليهود، هناك قاعدة، ولكن كما بنينا من جديد علاقاتنا مع ألمانيا، ألمانيا هي المسؤولة رقم واحد عن المحرقة، ليست بولندا. نحن بنينا مجددا علاقاتنا مع ألمانيا وهي علاقات جيدة، لم ننسى لم نصفح، ولكننا قررنا أن نبدأ صفحة جديدة مع بولندا. الأمر أكثر تعقيدا لأن هناك حكومة قومية يمينية متشددة في الانتخابات في بولندا، وقرر البولنديون أن يقولوا أن لبولندا لم تكن أي مسؤولية عن المحرقة، ولكن إذا ما درسنا التاريخ نرى أن كان هناك بولنديون تعاونوا مع النازيين. السفير الإسرائيلي الأسبق لدى الاتحاد الأوروبي سيد أفي بازنير، شكرا جزيلا لك على هذه المقابلة. إلى الشؤون الداخلية الإسرائيلية، أعلنت النائبة تسيبي ليفني أنها تنسحب من المعترك السياسي، وأن حزبها الحركة لن يخوض الانتخابات البرلمانية الوشيكة، وذلك لعدم توفر قوة سياسية كافية لتحقيق مبادئ الحزب. واعتذرت ليفني من كل الذين اتصلوا بها هاتفيا وكتبوا لها، مشيرة إلى أنها لا تزال قوية وأن قرارها هو القرار الصائب في هذه المرحلة. وجاء هذا على خلفية الاستطلاعات التي لا تتوقع بأن يتخطى حزبها نسبة الحسم الضرورية في الانتخابات البرلمانية الوشيكة في إسرائيل. سنوات قلتها، الدولة أولا ومن ثم الحزب ومن ثم أنا، وأنا أضع نفسي اليوم جانبا وأعلن أن الحركة برئاستي لن تخوض الانتخابات القريبة. أثار قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر الكابينيت غضبا فلسطينيا سياسيا وشعبيا إثر المصادقة على اقتطاع أموال من المقاصة الفلسطينية للضغط على السلطة ولمنعها من تسديد رواتب الأسرى الفلسطينيين. هذا وأفادت مصادر فلسطينية بأن تنفيذ القرار قد يؤدي إلى انهيار اتفاقية باريس الاقتصادية، وقد يمهد الطريق لانهيار السلطة الفلسطينية. تطبيقا لقرار الكابينت الإسرائيلي، اقتطعت الحكومة الإسرائيلية مبلغ نصف مليار شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية بذريعة تحويلها إلى عائلات الأسرى والجرحى الفلسطينيين. ليؤكد الجانب الفلسطيني أن هذا الأمر سيؤثر على مستقبل العلاقات مع إسرائيل، وعلى رأسها اتفاقية باريس الاقتصادية، وأن الوقت قد حان للعمل بشكل رسمي على الانفكاك من هذه الاتفاقية، والتي يرى الفلسطينيون أنها لا تخدم إلا المصلحة الإسرائيلية. من ذلك أن هذا يندرج في سياق الضغط السياسي والعسكري والأمني على السلطة الفلسطينية لدفعها إلى القيام بالدور الإسرائيلي المطلوب، وهو حماية أمن إسرائيل. حركة فتح من جهتها أكدت أنها ستتوجه إلى المنظمات الدولية ردا على القرار الإسرائيلي، فضلا عن تفعيل المقاومة الشعبية ومقاطعة البضائع الإسرائيلية ومواجهة الطرف الإسرائيلي على كافة الأصعدة، مشيرة إلى أن إسرائيل تمارس سياسة البلطجة تجاه الأموال الفلسطينية، وأن الجانب الفلسطيني لن يستلم المقاصة منقوصة. أيضا جزء من العقوبات الأمريكية الإسرائيلية المشتركة على الشعب الفلسطيني، وأنا متأكد أن الشعب الفلسطيني وقيادته ومؤسساته لن تطبق لهذا الضغط، وستجد حلولا لهذه المشكلة، وستلجأ لكل أدوات القانون الدولي بما فيها المحاكم الجنائية الدولية ومحكمة العدل العليا. الجامعة العربية بدورها اعتبرت القرار الإسرائيلي استمرارا لسياسة الضغط على القيادة الفلسطينية وتنفيذ مخططات تهدف إلى تدمير السلطة
ورفض إقامة الدولة الفلسطينية وفق الأعراف والمواثيق الدولية، مؤكدة أن القرار يمثل خرقا للاتفاقيات الموقعة بين الفلسطينيين والإسرائيليين. حول ذلك انضم إلينا من مدينة رام الله دكتور مصطفى البرغوثي، أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية، عبر خدمة سكايب. دكتور مصطفى أرحب بك معنا. في البداية، كيف يمكن قراءة هذا الغضب الفلسطيني السياسي والشعبي لهذا القرار؟ وكان هناك في الأمس البعيد لربما وحتى القريب محاولات فلسطينية لتغيير مبادئ اتفاقية باريس أو تعديلها بشكل نهائي. هل هذا القرار يمثل ربما دافع أكبر للطرف الفلسطيني لكي يتوجه لفرنسا ولإسرائيل بالضغط أكثر لتغيير مبادئ هذه الاتفاقية؟ طبعا هناك غضب فلسطيني لسببين. السبب الأول أن هذه قرصنة، يعني إسرائيل تمارس قرصنة ولصوصية ضد أموال ضرائب الفلسطينية التي يدفعها الفلسطينيون من عرق جبينهم. والنقطة الثانية أنها تحاول أن تتهم المناضلين الفلسطينيين المكافحين من أجل حرية شعبهم بالإرهاب، وأكثر من ذلك تتهم الضحايا الذين حرقهم بعض المستوطنين والضحايا الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي بدم بارد بأنهم أيضا إرهابيين. هذا كلام مرفوض جملة وتفصيلا، وأنا برأيي سيفجر الوضع برمته. ومن جانب السلطة الفلسطينية، أنا برأيي الرد الطبيعي يجب أن يكون التنصل من كل الاتفاقات التي خرقتها إسرائيل، بما في ذلك اتفاق باريس الاقتصادي، وبما في ذلك التنسيق الأمني الذي يجب أن يتوقف. يجب أن تعرف إسرائيل أن هناك ثمنا لما تقوم به، وأن تدرك أن هذه الضغوط التي تمارسها على السلطة الفلسطينية لن تدفع الفلسطينيين بأي حال من الأحوال للتساوق مع صفقة القرن والتنازل عن حقوقهم الوطنية. دكتور مصطفى، إلى أي مدى يؤثر هذا القرار على القضية الاقتصادية فيما يتعلق بالجانب الفلسطيني؟ بالأمس شاهدنا تصريحات خرجت من قبل رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله المكلف، والتي تحدث بها بأنه لا يكون هناك رواتب كاملة الشهر القادم، نفي هذا النبأ. ولكن في الإطار العام والأوسع، هناك من يقول بأن هذا يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الفلسطيني في فترة تمر بها السلطة الفلسطينية بضائقة مالية بسبب الضغوطات الأمريكية ووقف المساعدات من كافة الجهات. طبعا هذا القرار يستهدف فرض ضغط اقتصادي وتجفيف مالي للجانب الفلسطيني بهدف دفعه للقيام بتنازلات سياسية، وهذا لن يحدث. إسرائيل في لحظة من اللحظات وفي فترات سابقة قطعت كل الضرائب، أموال الضرائب عنها، يعني 70% من دخل السلطة الفلسطينية، ولم ينهار الفلسطينيون، ولم ينهاروا أمام الضغط، ولن ينهاروا هذه المرة. ولكن دعني أقول أن الذي يجري هو قرصنة بالمعنى الحرفي للكلمة وخطة متكاملة. المسألة ليست فقط اقتطاع نصف مليار دولار، مليار شيكل الآن من الميزانية بحجة أنها تدفع كرواتب للأسرى، أيضا هناك اقتطاع آخر نرفض جملة وتفصيلا، بأخذ أموال فلسطينية لتدفع للعملاء الذين عملوا ضد شعبهم وخانوا شعبهم في فلسطين. وأيضا نرفض المحاولات الخطيرة الأخرى برفع قضايا في المحاكم الإسرائيلية لسلب مزيد من الأموال من الفلسطينيين. هاي قرصنة فاضحة ومكشوفة ولصوصية على ظاهر العيان، ولا يمكن السكوت عليها. لكن السؤال الرئيسي هنا الذي سيثار فلسطينيا، ألم يحن الأوان لتبني استراتيجية بديلة للرد على الإجراءات الإسرائيلية؟ استراتيجية تركز على تصعيد المقاومة الشعبية وعلى تصعيد حركة المقاطعة وعلى رفض والتنصل من الاتفاقات التي تخرقها إسرائيل كل يوم. نعم، دكتور مصطفى البرغوثي، أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية، كنت معنا عبر خدمة سكايب من مدينة رام الله، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. سلمت وزارة الخارجية الأردنية مذكرة للخارجية الإسرائيلية احتجاجا على قيام السلطات بغلق أبواب المسجد الأقصى بالقدس والاعتداء على عدد من المصلين. هذا واعتقلت الشرطة الإسرائيلية سيدة وأربعة شبان من داخل المسجد الأقصى، وذلك خلال احتجاج عشرات المصلين على إغلاق منطقة باب الرحمة بسلاسل حديدية الليلة الماضية. وأوضح مدير عام أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى عزام الخطيب أن اتصالات مكثفة تجرى بين أعلى المستويات بين الجانبين الأردني والإسرائيلي للمطالبة بإزالة الأخفال واحتواء الموقف. أكد وزير الأوقاف المقدسات الإسلامية أن قضية المجلس الأعلى الفلسطيني الأردني المشترك ليست جديدة، بل هو مجلس قديم وقائم منذ سنوات، لكنه تم تعديله وإضافة أسماء عليه. جاء ذلك ردا على ما نشر في وسائل إعلام إسرائيلية حول تشكيل مجلس أردني فلسطيني مشترك لإدارة الأماكن المقدسة تحضيرا لمواجهة صفقة القرن الأمريكية. هذا ونقلت وسائل الإعلام عن مسؤول فلسطيني قوله إن إنشاء المجلس المشترك هو خطوة عملية مستمدة من التفاهمات التي توصل إليها العاهل الأردني الملك عبد الله وأبو مازن في أغسطس 2017.
حول ذلك انضم إلينا عبر الخط الهاتفي دكتور ناجح بكرات رئيس قسم المخطوطات في المسجد الأقصى. مرحبا بك معنا دكتور ناجح. أبدأ معك، كيف يمكن قراءة ما نشر في وسائل الإعلام الإسرائيلية مؤخرا حول إنشاء مجلس أردني فلسطيني مشترك؟ بحسب الجانب الفلسطيني والأردني هذا المجلس قائم منذ سنوات، ولكن ما تم تعديل عليه هو فقط إضافة بعض الأسماء. صحيح، يعني توسيع مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية هو من أجل أن الأوقاف توسعت وأن المهام كثيرة وأن هناك أيضا تعقيدات في كثير من القضايا، وبالتالي تحتاج إلى خبرات، ومعظم هؤلاء الذين يعني أضيفوا إلى مجلس الأوقاف هم كانوا في الأوقاف يعني، وكان لهم صلة في الأوقاف، سواء كان الوزير السابق عدنان الحسيني أو الشيخ عكرمة صبري أو عدنان الحسيني، وكل هؤلاء أو حاتم عبد القادر والذين أضيفوا أو المشايخ الذين تم إضافتهم من القضاء، كلهم العلاقة بالأوقاف ولهم علاقة بالعقارات، وبالتالي أنا أعتقد أن هذا التوسيع هو من شأنه أن يخدم دائرة الأوقاف وأن يحافظ على الأملاك الوقفية في مدينة القدس في ظل أن الاحتلال أدار ظهره إلى قضايا كثيرة جدا، وهذا المجلس معترف فيه من زمن الانتداب البريطاني وفي الزمن العثماني. طب دكتور ناجح، إلى أي مدى يمكن أن يشكل هذا المجلس الأردني الفلسطيني المشترك لربما خط الدفاع الأول كما يقولون بحسب الطرف الفلسطيني لمواجهة صفقة القرن الأمريكية؟ الحقيقة أن هذا المجلس يعني له صلاحيات، يعني ليس له صلاحيات مطلقة، هناك صلاحيات تتعلق بالأوقاف. مواجهة صفقة القرن تحتاج إلى جهد سياسي على مستوى أعلى من مجلس الأوقاف، تحتاج إلى جهد فلسطيني أردني عربي متوحد، ولا يمكن الاعتماد فقط على مجلس الأوقاف. صحيح أن من ضمن القضايا التي ربما تطرح كقضايا فرعية في موضوع صفقة القرن أن تكون تتعلق بالأوقاف، ولكن ليس مجلس الأوقاف لوحده يستطيع أن يقف في مواجهة صفقة أمريكية كبيرة جدا و تريد تغيير الواقع وتريد أن تجعل من الواقع واقعا متغيرا، حياكم الله. نعم دكتور. وبالتالي أنا أعتقد أن علينا أن ننظر إلى هذا الموضوع نظرة واقعية ونظرة تجديدية، وليس كما يظن البعض أن هناك ترتيبات جديدة يمكن من خلالها الإعازة لمحاولة ربط ما يحدث من انتهاكات في المسجد الأقصى في موضوع مجلس الأوقاف. نعم. الاحتلال الإسرائيلي أقدم على خطوة خطيرة جدا حينما قام بوضع سلاسل حديدية على. نعم، وبهذه النقطة دكتور بكرات، إلى أين وصلت الأمور فيما يتعلق بما جرى اليوم في المسجد الأقصى وفي أبواب المسجد الأقصى؟ شاهدنا مذكرة احتجاج رسمية من قبل الخارجية الأردنية الخارجية الإسرائيلية حول ما جرى، إلى أين وصلت الأمور؟ يعني الاحتلال إذا أراد أن يفجر العالم الإسلامي كله عليه فقط أن يعني يشعل الفتيل، وربما هو يشعل الفتيل ولا يدري إلى أين يصير. موضوع المسجد الأقصى اليوم ليس موضوعا كما في 67 وليس موضوعا كما في الحرم الإبراهيمي. موضوع المسجد الأقصى هو برميل بارود، أي تحرك انتهاكي في داخل المسجد الأقصى ضد المقدسات وضد العقيدة ويشتغل ضد العقيدة. وبالتالي أنا أعتقد أن المساس حينما مست شرطة الاحتلال بالبوابات رأت كيف كان، وحينما تمس الآن في داخل المسجد الأقصى في محاولة منها لإقصاء باب الرحمة الذي هو جزء لا يتجزأ، وفي محاولة للتدخل في إدارة الأوقاف وتغيير الوضع التاريخي، أعتقد أن ذلك يستلزم من الجمهور ليس فقط المقدسي، وإنما ربما الاحتجاجات اليوم هي لم تبدأ هذه الاحتجاجات. أنا أعتقد أن الاحتجاجات الحقيقية لم تراها دولة الاحتلال، لأنها تدرك معنى الاحتجاجات على الانتهاكات المقدسة. رئيس قسم المخطوطات في المسجد الأقصى دكتور ناجح بكرات كنت معنا عبر الخط الهاتفي من مدينة القدس، شكرا جزيلا لك. ومن الشؤون الفلسطينية الإسرائيلية إلى الشؤون العربية، حيث تؤكد قوات سوريا الديمقراطية أنه لم يعد أمام تنظيم الدولة الإسلامية المحاصر في نصف كيلومتر مربع شرق سوريا إلا الاستسلام. وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية حصار من تبقى من مقاتلي تنظيم في مساحة تقدر بنصف كيلومتر مربع في بلدة الباغور بمحاذاة الحدود العراقية. وقالت أن قواتها تتحرك بحذر لوجود مدنيين محتجزين كدروع بشرية، تزامنا مع تأكيدها أن التنظيم سينتهي في غضون أيام.
قتل 13 شخصا على الأقل، بينهم 10 مدنيين، جراء تفجيرين متتاليين استهدفا مدينة إدلب التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام في شمال غرب سوريا، أفق ما أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأورد المرصد انفجار عبوة ناسفة مزروعة تحت سيارة داخل المدينة، ولدى تجمع في المكان انفجرت دراجة نارية كانت مركونة في مكان قريب، ما تسبب بمقتل 13 شخصا بينهم 10 مدنيون وإصابة 25 آخرين. رفضت فرنسا عودة أي مقاتلين متطرفين من ذوي أصول أوروبية من تنظيم داعش ومحتجزين في سوريا إلى بلادهم. وقالت وزيرة القضاء الفرنسية أن بلادها لن تتخذ أي إجراء في الوقت الحالي بناء على دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستعادة مئات من مقاتلي تنظيم داعش من سوريا. ردت ألمانيا أيضا بفتور على مطالب ترامب، وقالت أنها لا يمكن أن تستعيد مقاتلي التنظيم إلا بعد زيارات قنصلية. إلى ذلك اعتبرت بريطانيا أن المقاتلين الأجانب في تنظيم الدولة الإسلامية يجب أن يخضعوا للمحاكمة في المكان الذي ارتكبوا فيه جريمتهم، رافضة دعوة الرئيس الأمريكي. داعش يخسر آخر ممتلكاته الإقليمية، لكن هذا لا يعني أن نشاط داعش قد انتهى، بل على العكس قد يستمر الآن وسرا. السلام الإقليمي ربما يتحقق الآن. في الواقع أعتقد أن هذا هو أحد أكبر التحديات التي تنتظرنا في الأشهر المقبلة، بأننا كنا ناجحين بما فيه الكفاية في إطار التحالف العالمي ضد داعش. لقد خسروا 98% من الأراضي التي كانوا قد احتلوها من قبل، وأعتقد أن مسعانا الرئيسي الآن يجب ألا يكون هو السماح لهم بالعودة إلى أوروبا. وحول ذلك انضم إلينا من فرنسا وعبر خدمة سكايب دكتور نصير زهير الباحث في العلاقات الدولية، مرحبا بك معنا. دكتور، في البداية كيف يمكن قراءة هذا الموقف الأوروبي فيما يتعلق برفض عودة مسلحي تنظيم داعش ذوي الأصول الأوروبية إلى بلدانهم والمطالبة بإجراء محاكمات لهم في مناطق النزاع؟ نعم، أهلا وسهلا بكم. بالنسبة لمعظم الدول الأوروبية رفضت عودة مقاتلي تنظيم داعش إلى أوروبا، أولا لأن هذه الدول تعرف بأن هذا الملف هو ورقة ضغط سياسية تم فتحه مؤخرا، لم يكن ملف عودة المقاتلين الأجانب قد أثير قبل شهور. ما تم إثارته بعد تهديد قوات سوريا الديمقراطية بأنها ستطلق سراح هؤلاء المقاتلين في حال انسحاب القوات الأمريكية وترك المقاتلين الأكراد لوحدهم، ولذلك الولايات المتحدة لا تريد أن تظهر للعالم بأنها المتسببة في إطلاق هؤلاء المقاتلين، وبالتالي تضغط على الدول الأوروبية لاستعادة مقاتليها. المشكلة هي في القوانين الأوروبية في التعامل مع هؤلاء المقاتلين، أي أنه لا يمكن حبس أي فرد منهم أكثر من المدة القانونية التي يحكم عليه بها، وبعد ذلك سيتم إطلاق سراحه، ولا يوجد أي مؤهلات لا في السجون ولا في المراكز الرسمية لإعادة تأهيل هؤلاء المقاتلين، خاصة أن الكثير منهم هم أطفال، لا زالوا أطفال ويحملون الفكر المتطرف. بالتالي هم يقولون هؤلاء المقاتلين سيتم محاكمتهم في المكان الذي ارتكبوا فيه جرائم. وهل هذا المطلب أيضا منطقي وسيطبق برأيك على أرض الواقع، بأن يتم محاكمة هؤلاء المسلحين سواء في سوريا في العراق أو حتى في مناطق النزاع في الشرق الأوسط، على عكس ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية؟ هي ورقة ضغط سياسية. هل ستضغط الولايات المتحدة أم أن أوروبا ستواجه هذا الضغط؟ هذه لعبة سياسية. الآن المحاكمات في العراق وسوريا نحن نعرف بأن هذه المحاكمات هي محاكمات شكلية كما كانت على مدار عشرات السنين. نحن نتحدث عن 800 مقاتل يتم احتجازهم الآن، ولكن في المقابل هناك آلاف المقاتلين من داعش تم تهريبهم من مناطق الصراع إلى الحدود التركية، ومن الممكن أن يكونوا قدموا إلى أوروبا. أي بمعنى ليس هناك ضوابط أساسية في التعامل مع مقاتلي داعش، ولكن معظم الدول الأوروبية لا تريد الدخول في مهاترات وفي مطبات قانونية. نحن نعرف قضية أسامة العيدودي حارس ابن لادن الذي كان في ألمانيا وكان يعيش على نفقه الحكومة، وبعد عدة محاكمات وعشرات وأكثر من 10 سنوات حتى تمكنت الحكومة الألمانية من ترحيله إلى تونس، وأيضا صدر أمر من القضاء الألماني بإعادته. فالمشكلة هي في القوانين الأوروبية التي لا يمكن أن تحتجز. نعم، وصلت الفكرة. أي عضو من داعش. دكتور ناصر زهير باحث العلاقات الدولية كنت معنا عبر خدمة سكايب من فرنسا، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. مشاهدي الكرام،
تشاهدون بعد الفاصل. في عقاب الجهود للحفاظ على اتفاقية الحديدة، الأمم المتحدة تعلن التوصل لاتفاق بين طرفي النزاع يقضي بانسحاب القوات من الميناء الساحلي. بعد تفويض الرئيس الأمريكي بفرض الرسوم على السيارات الأوروبية خلال 90 يوما، المفوضية الأوروبية تؤكد استعدادها للرد على القرار بشكل سريع وملائم. الأسبوع الثاني من دور الثمانية لبطولة أبطال أوروبا يشهد لقاء القمة بين ليفربول وبايرن، وتحديا من قبل ليون الفرنسي لمواجهة سطوة برشلونة وميسي.